السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض بإذن الله حل أجدد الأسئلة التي تأتي الآن في اختبار المحاسب للقسم الكمي. هبدأ بإذن الله بأول سؤال، بيقول لي: إذا كان محمد يقطع المسافة من المدينة ألف إلى المدينة باء في ساعتين، وسعيد يقطع المسافة من المدينة ألف إلى المدينة باء مرورا بجيم في ساعتين ونصف، قارن بين سرعة محمد وسرعة سعيد. أول حاجة هجي أشوف محمد. محمد بيمشي من المدينة ألف إلى المدينة باء، طبعا المسافة كلها قدرها 200. اجي اول حاجة اجيب السرعة بتاعته، يبقى اذا عندي السرعة بتساوي المسافة على الزمن، يبقى 200 على الزمن اللي هو ساعتين، يبقى اذا بيمشي بسرعة 100. تاني واحد اللي هو سعيد، طبعا سعيد بيمشي من الف الى باء بس بيمر بالنقطة جيم. طبعا النقطة جيم دي كده من الف لباء تمثل لي نصف محيط دايرة. طيب يبقى انا الاول لازم اجيب نصف المحيط ده بيساوي كام عشان اعرف المسافه، بعد كده اقسم على الزمن بتاعه اللي هو ساعتين ونص. طيب اجي احسب الاول نصف المحيط. لو جيت احسب المحيط، المحيط بيساوي ايه عندي؟ 2 طاق نق. طيب انا عايز احسب نصه، فانا بالتالي هقسم هنا على الاثنين، فيبقى انا عندي نص المحيط اللي هو كام؟ طاق نق. طاق نق ده اللي هو بيساوي كام عندي؟ اللي هو بيساوي هو عندي هنا مديني النق ب 100، يبقى اذا عندي 100 طاق. طبعا الطاقة عندي اللي هي بتساوي 3.14، الطاقة اللي هي بتساوي 3.14، يبقى إذا المسافة الكلية عندي بتساوي كام؟ 100 في 3.14، اتحرك لي الفاصلة دي علامتين جهة الأمام تبقى 314. هي دي كده المسافة الكلية بتاعته. أجي أحسب الأول السرعة بتاعته، يبقى إذا السرعة هو بيمشي بساعتين ونص، خدها في ساعتين ونص، أدي كده ساعتين ونص، تمام؟ والمسافة كلها كانت 314. أولا ده كده عدد كسري، فلازم أحوله لكسر الأول، بمعنى اللي أنا هضرب 2 في 2، نخلي الأول المقام ثابت اللي هو 2، وأضرب 2 في 2 ب 4، أجمع عليها 1 تصبح 5. يبقى أنا كده هقول 314 قسمة 5 على 2 عشان أعرف السرعة بتاعته كانت كام. أدي كده المسافة بتاعته على 5 قسمة 2. طبعا 2 دي كده في المقام، فبالتالي تطلع عندي هنا فوق في البسط، فيصبح عندي كده أشطب عليها أصبح عندي 314 في 2 على 5. طبعا إذا جيت حسبتها هتطلع معايا 125 وكسور. يبقى أنا كده عندي الأول طلع سرعته 100 والتاني طلع سرعته 125، إذا سرعة سعيد هي الأكبر، فيبقى إذا الإجابة هي باء اللي هو القيمة الثانية هي الأكبر. أكمل بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي 10 أس سالب 8 في 1 على 10 أس 5. اول حاجه عندي لازم احسبها اما يقول لي 10 اس سالب 8، يعني ايه السالب عندي ده؟ سالب يعني انا اخلي بدل ما ال10 دي كده في البسط انقلها في المقام، يعني تصبح عندي 1 على 10 اس 8 ضرب 1 على 10 اس 5. طبعا عندي هنا كده اصبحوا زي بعض، فبالتالي الضرب ايه؟ ضرب الاسس جمعها، يبقى اذا هتساوي عندي 1 على 10 8 و5 اللي هي كام؟ 8 و5 اللي هي 13، يبقى 1 على 10 أس 13 اللي هي الإجابة كام؟ اللي هي الإجابة رقم د. أعيد تاني، أول ما نلاقي أس سالب بحول، لو هو في البسط بنقله في المقام وأشيل السالب اللي قدام الأس، أصبح عندي 8 عادي، وبالتالي هحسب بالطريقة العادية خالص بتاعتنا. أكمل بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي 3 أس 6 ضرب 7 أس 5 بتساوي. لازم الأول أوحد الأسس، بمعنى يعني خلي دي 3 أس 5 زي ال7 أس 5 دي كده، فهتبقى عندي كام؟ 3 ضرب 3 أس 5 ضرب 7 أس 5. طالما عندي الأسس هنا واحدة، يعني 3 أس 5 و7 أس 5 وفي منهم عملية ضرب، فهضرب التلاتة في السبعة وأخلي الأسس زي ما هو، يبقى إذا تصبح عندي التلاتة تنزل زي ما هي. 3 في 7 عندي بكام؟ ب21. الأس بتاعي كان كام؟ كان 5، يبقى إذا 21 أس 5، يبقى 3 في 21 أس 5. لو جيت شفتها عندي هنا في الخيارات هلاقيها الخيار رقم جيم اللي هو 21 أس 5 ضرب 3. أكمل بعد كده، مديني هكتب الأول الكلام ده بدلا ما هي مكتوبة كده، هكتبها الأول بشكل أوضح. بيقول لي 5 على 3 ضرب 7 ضرب 7 على 5 ضرب 3 ضرب 3 على 7 ضرب 5. هختصر، عندي هنا 7 في المقام راحت مع 7 في البسط،
عندي هنا 5 في البسط راحت مع 5 في المقام، عندي هنا 3 في المقام هتروح مع 3 في البسط، اتبقى عندي مين؟ اتبقى عندي 7 و3 و5. هضرب 7 ضرب 3 ضرب 5 بتساوي 7 في 3 ب 21، 21 ضرب 5 بتساوي 5 في 1 ب 5، و5 في 2 ب 10، إذا فيها 105. إذا الإجابة اللي هي إجابة رقم ألف. أكمل بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي 6 أس س بتساوي 5 و5 أس ص بتساوي 6، فإن س ضرب ص تساوي. طالما هنا مديني 6 أس س بتساوي 5، يبقى أنا أقدر أشيل الخمسة اللي هنا كده وأعوض عليها ب 6 أس س. أعيد تاني، هو بيقول لي 6 أس س بتساوي عندي الخمسة، و5 أس ص بتساوي عندي الستة. أقدر أشيل الخمسة دي كده اللي هي الخمسة اللي هنا، طالما الخمسة بتساوي 6 أس س، يبقى أقدر أشيل الخمسة دي وأحط بدلها 6 أس س الكل أس ص، يعني تبقى 6 أس س الكل عندي أس ص بيساوي الستة. طبعا طالما 6 أس مرفوع الأس تاني بضرب الأس في بعض، يبقى تبقى 6 أس س ص بتساوي 6. عندي هنا الأساس ثابت اللي هو 6، طبعا دي 6 أس 1، يبقى إذا س في ص اللي هي بتساوي عندي مين؟ اللي هي بتساوي عندي الواحد، يبقى إذا الإجابة اللي هي الإجابة رقم د. أكمل بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي ذهبت الطفلة زينب وزميلتها في رحلة مع الفصل مكونة من 15 طالبة ومعلمتين، كان سعر التذكرة للبالغ 5 ريال وللطفل 3 ريال، أوجد المبلغ المدفوع للرحلة. أول حاجة عندي كام طفل؟ بيقول لي 15 طالبة، يبقى إيه كده 15 ضرب، بيقول لي سعر الطفل 3 ريال، يبقى 15 ضرب 3 بتساوي عندي 45، وعندي البالغ كام بالغ اللي هو المعلمتين، يبقى إذا 2، تذكرة البالغ بكام؟ ب 5 ريال، يبقى 2 في 5 اللي هي بتساوي عندي 10، هجمع الاتنين مع بعض، يبقى إذا كده تطلع معايا كام؟ 55 اللي هي الإجابة رقم ج. أكمل بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي 1 زائد نص ضرب 1 زائد ثلث ضرب 1 زائد ربع ضرب 1 زائد خمس ضرب 1 زائد سدس ضرب 1 زائد سبع. طبعا اضرب الكلام ده كله ازاي؟ اللي انا احول من عدد كسري الى كسر، بمعنى اللي انا عندي 1 زائد نص ده اللي هو 1 زائد النص، بدل ما هو على صورة عندي عدد كسري زي كده اوحد المقامات، بمعنى ان الواحد ده هيساوي عندي 2 على 2 زائد النص، هيساوي عندي كام؟ 3 على 2، في كل كسر هعمل كده، فهيصبح عندي 3 على 2 ضرب 1 وتلت اللي هي تصبح عندي 4 على 3 ضرب 1 وربع عندي اللي هو هيصبح 5 على 4 ضرب 1 والخمس عندي هيصبح برضو 6 على 5، 1 وسدس هيصبح عندي 7 على 6، 1 وسبع هيصبح عندي 8 على 7. اختصر، السبعة هتروح مع السبعة، الستة هتروح مع الستة، 5 مع 5، الأربعة راحوا مع بعض، التلاتة راحت مع التلاتة، اتبقى عندي 8 واتبقى عندي 2، يبقى إذا كده على الاتنين عندي فيها الواحد، 8 على 2 عندي هيتبقى عندي كام؟ 4، يبقى إذا كده كل البسط عندي طلع بواحد، اتبقى عندي مين؟ اتبقى عندي 4 في الآخر، يبقى إذا طلعت ب4. أكمل بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي إذا كان مجموع 3 أعداد موجبة متتالية، قال لي ايه؟ متتالية بتساوي 153، فما قيمة اوسطهم؟ هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوسطهم، كأنه بيقول لي بالظبط هات المتوسط الحسابي ليهم اللي هو بيساوي مجموع القيم على عددهم. طبعا هو قال لي مجموع ال3 أعداد اهو 153، يبقى اذا عندي كده 153 على 3 هيديني العدد اللي في النص اللي هو المتوسط الحسابي. طبعا 1 على 3 ما ينفعش، فهاخد ال15 كلها على بعض، 15 على 3 فيها الخمسة، و3 على 3 فيها الواحد، يبقى اذا طلع معايا كام؟ 51 اللي هي الاجابه رقم ب. اكمل بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي 1 على 5 ناقص 1 على 8، وهنا الطرف الثاني طبعا سؤال مقارنه، 1 على 5 ناقص 1 على 9. طيب احسب ازاي؟ عندي هنا طالما في عندي هنا خمس وهنا خمس، هنا بيطرح من الخمس 1 على 8 وهنا بيطرح من الخمس 1 على 9، مين فيهم الصغير؟ اصغر واحد فيهم يديني عدد اكبر، لان الخمس عندي هو اللي بيطرح منه، فهشوف عندي هنا
عندي هنا في المقام 8 وهنا في المقام 9، مين الكبير، التمانية ولا التسعة؟ طبعا التسعة هي الكبير، اذا هي الكسر الاصغر. يعني انا لما اجي اقول كده نص ولا ثلث، مين فيهم الكبير؟ طبعا هتقول لي الكبير هو النص، لكن الصغير هو الثلث، لان مع ان التلاتة اكبر من الاتنين، لكن التلاتة هنا في المقام كذلك هنا بالظبط، فبالتالي التسعة عندي اصغر من 1/8، فبالتالي الناتج هنا هيكون اكبر من الناتج هنا، فبالتالي هتكون الاجابة عندي اللي هي باء، القيمة الثانية هي الاكبر. اعيد تاني، انا عندي هنا خمس وهنا خمس، فالطرفين زي بعض، طبعا هنا طرح وهنا طرح، برضو الاشارات برضو زي بعض. اجي اشوف هنا، هنا ثمن وهنا 1/9. طيب اما اجي اطرح يجي معايا ازاي ناتج الطرح؟ العدد الصغير فيهم اصغر عدد فيهم هينتج عنه قيمة اكبر، لان انا هنا بقول خمس ناقص الرقم الصغير، فهينتج عندي هنا الرقم هنا يطلع اكبر، لكن هنا خمس ناقص 1/8 وهو اكبر من التسعة، فيطلع معايا رقم اصغر من الرقم اللي في الطرف الثاني، فبالتالي الاجابة الثانية هي اكبر من الاجابة الاولى. يبقى اذا القيمة الثانية هي الاكبر. وبكده نكون خلصنا درس اليوم. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتتابعونا بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية، هنفضل نكمل شرح كل الأسئلة اللي بتأتي في اختبار المحاسب للقسم الكمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.